حكومة نينوى المحلية دعت 6 شركات أجنبية لتقديم عروضها لإعادة إعمار وتأهيل الواجهة النهرية في أيمن المدينة القديمة بعد إكمالها التصاميم والموافقات الإدارية وأرزها المبالغ اللازمة. بدعم حقيقي من السيد رئيس الوزراء استطعنا اليوم من توجيه دعوات مباشرة لإعادة بناء المدينة القديمة. المبلغ الكلي 98 مليار دينار عراقي، مبلغ الإحالة بحدود 81 مليار، والمتبقي سيكون احتياط لأن هذا المشروع هو مشروع يتعلق بالمدينة القديمة. إعادة إعمار الواجهة النهرية للمدينة القديمة يأتي ضمن مشاريع إعمار محافظة نينوى والتي يجري العمل فيها منذ تحرير المدينة عام 2017. ويتضمن التصميم الجديد للواجهة النهرية أعمار 270 داراً مهدماً تعود ملكيتها لمواطنين وفق تصاميم معمارية حضارية بطابع تراثي موصلي، إضافة إلى إنشاء مرسل الزوارق وكورنيش، فضلاً عن سوق للمهن التراثية. أملاك الخاصة ستقوم الحكومة المحلية بإنشاء هذه الدور 273 وتسلم للمواطنين بصورة حديثة بحفاظ على التراث والمنظور المعماري، ويعتبر أول مشروع من مشاريع الدولة العراقية، ونادر أن تقوم الدولة في بناء، ولكن من منظور أن هذا المشروع هو من الإرث العام للدولة العراقية. وتشير الحكومة المحلية إلى أن المدة الزمنية المقدرة لإنهاء مشروع الواجهة النهرية تصل إلى نحو 2 عامين. ناشطون في مجال التراث والتاريخ الموصلي ثمنوا خطوة إعادة إعمار الواجهة النهرية وفق الطراز الموصلي القديم لتكون أحد المعالم الرئيسة للمدينة. الواجهة النهرية التي تعكس هوية هذه المدينة لتمتد لآلاف السنوات، واليوم هذه الخطوة المباركة نعتقد أنها خطوة وإن تأخرت بعض الشيء إلا أنها خطوة بالاتجاه الصحيح نحو إعادة هذا الموقع التاريخي والحضاري لكي يكون قبلة سياحية. ويرى مثقفو وأدباء الموصل أهمية بناء الواجهة النهرية لتسهم بتغيير واقع المدينة وإعادة رسم ملامحها بعيدا عن صور الإرهاب والخراب الذي هيمن على مشهد الموصل منذ عام 2014. هيثم أحمد، الحرة، الموصل.